السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. فيديو النهارده يا جدعان فيديو مختلف، هنعرف احنا حققنا ايه في 2023 وايه المعدات التصوير اللي انا بصور بيها وايه اللي عملناه، وهل اليوتيوب بيكسب ولا لا، وهل غيرتي دي كان عملتها. بصوا اسئله كتير اتسالتها في 2023 وايه اللي عملناه في 2023. تعالوا نشوف، يلا بينا. بداية كده يا جدعان لو عجبكم الفيديو هنحكي قصة 2023 معانا كلها. فلو عجبكم الفيديو يا ريت دوسولنا لايك واشتراك في القناة، عايزين نوصل 100,000 في اسرع وقت. وتعالوا اول حاجة هنشوفها ايه معدات التصوير اللي انا بشتغل بيها. في البداية كده يا جدعان ده ستاند اللي انا يعتبر بصور بيه، ده الستاند اللي انا بصور بيه. طبعا الستاند ده يا جدعان ما شاء الله كويس جدا جدا جدا. بصوا الستاند ده دلوقتي، الستاند ده دلوقتي ممكن يعمل له في حدود 1000 جنيه. انا جايبه من حدود سنتين ولا سنتين ونص، بسم الله ما شاء الله عايش معاه لغايه دلوقتي، كنت جايبه ب 350 جنيه. فعلا دلوقتي ممكن يكون عدى ال 1000 جنيه، في امكانيات حلوه كتير وبسم الله ما شاء الله كويس جدا. تمام، دي كده اول حاجه في التصوير، ده الستاند اللي انا ما بستغناش عنه. طيب عندنا ده يا جدعان اللهم صل على النبي، هو مش عارف اسمه ايه والله العظيم، اسمه بيروح من دماغي. رينج لايت، ده يا جدعان رينج لايت. تمام، خليك بس معايا كده ثانيه واحده افتحه لكم. ده يا جدعان رينج لايت اهو، ده لو انا بصور في حاجه فيها اناره ضعيفه، فيها حاجه زي كده، ده رينج لايت اللي انا بصور بيه. تمام، طيب عندنا بردك هنا ده الحامل بتاع الرينج لايت. تمام يا جدعان، ده الحامل بتاعه اهو. تمام، هو طبعا البتاع ده كله فك وتركيب ما شاء الله، بردك بيطول ممكن يبقى طول الستاند ده كده. وده يا جدعان الصامولة، دي الصامولة اللي بيركب فيها الرينج لايت من هنا. تمام، يعني دي كده يا جدعان اول حاجة معدات التصوير، الرينج لايت والاستندات. طيب المايكات عندنا، ده يا جدعان مايك السلك، ده مايك السلك لو انا مثلا بصور حاجة قاعد الكلام ده كده كله مش بتحركة، ده مش بتحركة، ده للاماكن الثابتة الكلام ده. تمام، دوك للحاجات اللي فيها حركة. انا طبعا الفترة دي ما بصورش بمايكات، ان الجو هادي مش محتاج مايكات. تمام، لغاية ما ربنا يفرجها ونجيب مايك بلوتوز. طيب يا جدعان المايك المتحرك اللي هو مثلا بحطه في التليفون، يعني ده بيركب في التليفون، التليفون بيركب هنا يا جدعان، وده مثلا لو بنزل السوق بصور بصور في حته محتاج فيها مايك، ده بيركب كده في التليفون، والتليفون بيبقى فيه هنا كده يا جدعان وبتصور بيه. تمام، دي كده يا جدعان معدات التصوير بتاعتي ما شاء الله، الستاند الرينج لايت، الحامل بتاع الرينج لايت، المايكات. طيب ايه بقى اللي انا بصور بيه؟ ايه، انا يا جدعان بصور بتليفون ما بصورش بكاميرا. انا جايب تليفون ريدمي نوت 10 برو، اسمه ريدمي نوت 10 برو. تليفون ككاميرا كويس جدا بس كامكانيات حسبي الله ونعم الوكيل، مقدرش اقول اكتر من كده. فدي يا جدعان اول حاجه معدات التصوير اللي انا بصور بيها. ونيجي لتاني حاجه يا رجاله، وهي حققنا ايه في 2023. اول يوم في السنه في 2023 يوم 1/1 نقلنا من دار السلام لهنا اكتوبر. طبعا كان دار السلام اللي متابعنا من زمان عارف ان كان في التصوير هناك كان دوشه وعربيات وليله، كناش بنعرف نصور. اول حاجه عملناها او كان اول انجاز ان احنا نقلنا من دار السلام لهنا اكتوبر، وكان في بيت غير ده، وكانت السلاكه اللي قبل دي او الغيه اللي قبل دي كانت من خشب. طبعا مرت الايام ربنا كرمنا وعملنا الغيه ديك، لسه عاملينها من حدود ده 4-5 اشهر ربنا كرمنا. بردك في 2023 عملنا غيه كنت بحلم بيها، منها سلاكه ومنها غيه، وطبعا انتوا اكيد شفتوا الفيديوهات بتاعتنا. مش بس كده، وكمان صورنا مع مجله الشباب تبع جريده الاهرام، صور معاه تقرير نزل على المجله، عجب ناس كتير قوي، اساتذه الجامعه، في اساتذه الجامعه شافوه واعجبوا بيه تبع المجله، واشهدوا ان الفيديو ده كان فيديو كويس وتقرير كويس جدا جدا، وكانت اول مره ان اصور مع مجله، وكانت يعني كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي ان انا حققت انجاز. وكمان عملنا يا جدعان فيلم قصير اتقدم لطالبه في مشروع جامعه ليها، كان بردك حاجه كويسه جدا جدا جدا، بردك عن تربيه الحمام. فالحمد لله رب العالمين، كان الانجازين دول التصوير مع المجله والفيلم القصير كانوا من اجمل الحاجات اللي حصلت لي في 2023. 2023 ربنا كرمنا يا جدعان والحمد لله رب العالمين، تمينا 50,000 مشترك جداد. يعني انا كنت داخل 2023 كان معايا في حدود 27,000 مشترك حاجه زي كده او 20,000 مشترك، المهم يا جدعان تمينا في حدود حاجه و40 او 50,000 مشترك جداد في 2023. نيجي للسؤال الثاني اللي ناس كتير قوي بتساله، هل الفيديوهات او هل اليوتيوب بيكسب؟
هو اه بيجيب ارباح، هو اه بيجيب ارباح، بس مش الارباح اللي الناس متخيلها. اه في قنوات تانية، في مش المحتوى بتاعنا بقى بتاع الحمام، في محتوى تاني يعني ايا كان المحتوى اللي بيجيب ملايين المشاهدات، اه ده بيجيب رزق حلو قوي 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 ويغنيك عن اي شغل. بس المحتوى بتاعنا ده الفلوس اللي بتيجي منه يا دوبك ما بتكفيش مصاريف الحمام، ودي حاجه لو سالته فيها اي حد بيقدم محتوى عن الحمام هيقول لك احنا بندفع من جيبنا كل شهر عشان نكمل مصاريف الحمام. طبعا احنا مشاهداتنا يعني الفيديو ما بيتخطاش 10 15 الف مشاهده، فلو حسبتها احنا لو عملنا 20 فيديو الفيديو ما بيجيبش، والله ما بيجيب، يعني ما بيغطيش كلفه، ما بيغطيش علاج. يعني لو هو بيجيب زي ما الناس فاكره كان الواحد زمانه طور في محتويات، يعني انا الغيه ديك انا عاملها من جامعات والناس عارفه ده، يعني مش ده اللي عاملها من اليوتيوب. تمام، ناس كتير بتقول لي فك كيسك انت بتقبض بالدولار، اطلب اطلب. كان زمان الواحد طور ورفع غيه وجاب حمام جديد وطور، بس هو الفكره كلها يا دوبك ما بتغطيش كلفه الكلام ده كده كله، ارباح ضعيفه جدا جدا جدا. ونيجي بقى دلوقتي للغيه، ناس كتير سالتني هي كلفتك كام وعملتها بكام ومقاسها كام في كام. طيب الغيه اللي احنا قاعدين فيها ده يا جدعان انا لسه عاملها من 5 6 شهور، لو عايز تشوف انا عملتها ازاي خش على اللهم صل على النبي قائمة التشغيل على القناة عندي، هتلاقي كده بعد الفيديوهات والشورتس في حاجة اسمها قائمة التشغيل، هتلاقي قائمة التشغيل سلسلة فيديوهات بتاع 5 6 فيديوهات لعمال الغية دي من أولها لآخرها. تمام، أنا يا جدعان الغية دي كلفتني في حدود 16 ألف جنيه لغاية وقتنا هذا، إن أنا جايب خشبها كله جديد، ما استخسرتش فيها حاجة، دهانات كلها نظيفة، كل حاجة نظيفة. مقاسها كام؟ مقاسها 5 متر 60، 5 متر 60 في 3 متر 90، يعني يعتبر يعني قولوا 6 في 4، قولوا 6 في 4 بس، هي يعني خمس بالظبط 5 متر 60 في 3 متر 90، مقسومه نصين، نص سلاكه ونص غيه. ودي يا جدعان كانت تكاليف الغيه، قلت لكم كلفت في حدود 16 او 16 وكسور يعني. تمام، طيب ايه اهدافنا في 2024؟ اهدافنا في 2024 ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل ل 100 ألف مشترك ونستلم درع اليوتيوب، وان شاء الله احنا قدها وانتوا قدها يا جدعان، وباذن الله هنوصل لها في يوم من الايام، وان شاء الله ان شاء الله هنمسك درع اليوتيوب وباذنك انت يا رب. مش هيبقى درع واحد، هيبقى درعين، ان برضك في 2023 ربنا كرمنا في حدود شهرين كده بدات في محتوى الكلاب على قناتي الثانيه، والحمد لله جايب مشاهدات كويسه وعامل تفاعل كويس. فالواحد ان شاء الله اهدافه في 2024 ان القناه دي والقناه الثانيه ان شاء الله نجيب فيهم درع اليوتيوب، وعلى 2025 نكون ان شاء الله معانا الدرعين والدنيا باذن الله تكون مظبطه. باختصار ده كل اللي حصل في 2023 في موجز، اللي احنا عملنا سلاكه جديده، تمينا 50 ألف مشترك جداد، دخلنا حمام غزار جديد، ربنا كرمنا، وصلنا شويه مشاهدات فيديوهاتنا بقت تعلى شويه وبس، وربك بيكرم، وان شاء الله 2024 هتكون احسن من 2023 وباذن الله ربنا يكرم. طيب عندنا دلوقتي يا جدعان الحمام ده انا بقالي بتاع اسبوع مش فاتح له، الحمام ده بقالي بتاع اسبوع مش فاتح له، لسه فاتح له النهارده، حتى انتوا لو واخدين بالكم الشمس طالعه والدنيا ايه زي الفل، فانا سايبه كده يتشمس شويه. تمام، فتعالوا كده ايه نديله واحده اللي هو ايه، بصوا يا جدعان بهويه بس كده. تمام كده اهو يا جدعان زي ما احنا شايفين، طبعا هو بيطير اه، بس انا مش عايز اقرص عليه اه، بصوا بسم الله ما شاء الله، انا مش عايز اقرص عليه عشان خاطر الحمام لسه يا جدعان بقاله اسبوع، وفي حمام بيقفل ريش، يعني في حمام بيفك ريش، فانا مش عايز اقرص عليه. بص اهو، بس طبعا ما فيش غير اللهم صل على النبي ده ما بيترش يا جدعان، واسمه ايه العنبله الشقافه ده ما بيترش، هو يا جدعان زي ما احنا شايفين ما شاء الله. بصوا حمام معليش، حمام ايه حوالين البيوت كده ما شاء الله، كراكان ده جه ينزل معرفش ما شاء الله. بس فانا هسيبهم كده يومين ثلاثه يطلعوا يتشمسوا كده شويه ويسخنوا شويه بشويه ونشوف. بص اهو، بص الحمام بيعمل نفسه ازاي، حمام تقل. طبعا زي ما انتم عارفين يا جدعان انا اليومين اللي فاتوا دول كانوا موسم ان انا شغال في مقله لب وكده، فكانوا موسم شغل يعني زي ما انتم عارفين، فكان الواحد مش فاضي بصراحه، فكنت بصراحه مأهمل في الحمام كتير، كنت مأهمل فيه كتير، بس همك الحمد لله يا جدعان سخنوا وزي الفل، يعني ايه عالي شويه، بصوا هيجوا يرموا نفسهم واحد ورا التاني، وعلى الله التسهيل يا جدعان خليكم معايا. بصوا يا جدعان الحمام اهوك هينزل دلوقتي،
تمام. بس هو بيكسر اهو، الله اكبر ما شاء الله. طبعا المشكلة في التصوير ان انا واقف في وشه هنا، فبتبقى نازلة معايا ايه، بيبقى بخوف شوية. تمام كده، لف وشه اهو ما شاء الله زي ما احنا شايفين، هما شايفيني بالتليفون بالكاميرا. الله اكبر ما شاء الله يا جدعان. بس يرموا نفسيهم هوب، ويجوا يدوها نازلة واحدة. الله اكبر. بصوا بيجوا من فوق البيوت. بصوا هيبتدوا ينزلوا ايه، حاجة في حاجة ما شاء الله اهو. الله اكبر الله اكبر اهو. بس يا جدعان بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بس كده الحمام كله نزل اهو يا جدعان، بسم الله ما شاء الله اهو. الله اكبر. طبعا الناس تقعد تقول لي يا عم ده الحمام بتاعك بيركن وبيعمل، اديك وشفت كل حاجه الطبيعه. بص البيوت حواليا كلها اهي، شفتوا عليها فرد حمام او شفتوا فرد حمام نزل؟ بس فانا مش عايز اقرص عليهم يا جدعان، همك ما شاء الله. طبعا السلاكه بتاعتنا ما فيهاش جديد لسه، لسه ان شاء الله نظبط. طبعا انا جاي من الشغل امبارح متاخر، كان انتوا عارفين بقى اخر يوم في الموسم بتاع راس السنه وكده، فان شاء الله بقى من النهارده كده الواحد هيبتدي بقى ينظف، ونبتدي بقى نجهز يا جدعان ونفوق لنفسينا، عشان عايزين باذن الله 2024، عايزين 2024 ان شاء الله نبقى بشكل جديد بفيديوهات جديده، نطور بقى بحمام، وباذن الله ادعوا لنا يا جدعان ربنا يوفقنا ونقدم حاجات حلوه كتير الفتره الجايه. تمام. طبعا في حاجه برضك حصلت النهارده خلينا نعرفها. اللهم صل على النبي. دولك جيت لقيت زغلول ميت. تمام، جيت لقيت زغلول ميت، مفيش غير زغلول واحد دلوقتي هنا يا جدعان. تمام، ولقيت الواحد لما بيغيب يوم او اتنين على الحمام بصراحه باجي الاقي بلاوي، ولقيت الزغلول ده بيموت هو كمان، معرفش ايه اللي حصل له، كان بصحه كويسه وزي الفل. جيت لقيته، بصوا بصوا شكله عامل ازاي، ومش قادر يحرك رجله وبايظ خالص. فسبحان الله الحمام فعلا طول ما انت معاه وايدك فيه وفيه اهتمام بيبقى كويس. طبعا انا اليومين اللي فاتوا غبت يومين عنهم بسبب كنت بطبق في الشغل ومشغول، فجيت لقيت الحمد لله رب العالمين حاجات كتير. الميكس هو مجهزينه ان احنا ناكل زغاليل، ولو في حاجه تعبانه او كده وعلاجاتنا والدنيا كلها، بس الحمد لله حصل خير. وبس كده يا جدعان، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط فيديو صغير، عرفنا ايه اللي حصل معانا في 2023 وحبيت حاجات كده، وشفنا الحمامتين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.